بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أهم سقق حلع يصو، عبارات غريبة غير مسموعة. سئل في مجلس من المجالس الشيخ على جمعة في مجلس مصور، فتكلم بعلم لم يعهده الناس وليس من العلوم الشائعة، بل هو من الأشياء التي درست. طيب، عند الوهابية هذا يذكرني بشخص جاء في وفاة النحاس النحوي الكبير والقارئ المعروف في مصر، جلس يقطع على على نهر النيل، فعول مفاعلة فعول، هاي جاء يقطع بحور الشعر هكذا فوق مقياس النيل، فرآه بعض العوام الجهلة فدفعه في النهر فسقط مات. هذا سبب وفاة النحاس. فسألوه لماذا؟ قال: وجدت رجل يسحر النيل، يسحر نهر النيل. فالسحر عند الخرافيين هؤلاء كل شيء لا يفهمونه، وهؤلاء هذا تجده بامتياز عند الوهابية. ما دام شيء أنا لا أفهمه إذن هو غير مفهوم. يا سلام، ومن قال لك هذا؟ أنه ما دام أنت لا تفهمه هو غير مفهوم، وما دام كلمات غريبة ها معناها إذن هذا سحر وشعوذة وخرافات وخزعبلات، وصاروا يهزؤون بها ويضحكون، وبعضهم يعلق لي في التعليقات هذه وأنا أضحك ضحكة عريضة على جهل هؤلاء المساكين، الجهل المطبق الذي فاق الحكيمة توما. المهم سأذكر معانيها على ما ذكره بعضهم، ثم أبين لك هل هذا منهج صحيح أو منهج فاسد، وهل في لغة العرب وفي كتاب الله وفي التعامل مع القضايا الدينية يوجد مثل هذا أو لا يوجد، حتى أبين لك وجهة نظر الشيخ على جمعة، مع أني عاتبته في يوم من الأيام على ما أذكر قبل أكثر من 20 سنة، وقلت له: كيف تدرس هذه الأشياء على العلن؟ هناك جهل كثير وهناك عوام وهم لا يفهمون الكلام، وربما نضطر أحيانا أن نقول كما قال أبو العلاء المعري في لاميته المشهورة: ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل. فهل نبقى متجاهلين ونسكت ونقر هؤلاء الجهل على جهلهم، أم نبين؟ لا، إن شاء الله سنبين، لأن كثيرا من طلاب العلم يحتاج إلى برد اليقين حتى نبين، حتى نزيح عنه ذلك الهم. اسمع يا أخي، هذه ذكر في معناها أهم اختصار: اللهم أسألك بألف ألوهيتك وبهاء هدايتك، هذه، وميم ملكك، يعني أهم. أسألك بألف ألوهيتك وبهاء هدايتك يا هادي، وميم ملكك يا ملك سقك، وبسين سلامتك يا سلام، وبقاف قهرك يا قهار، وبكاف هدايتك يا كافي حلع. أسألك بحاء حلمك يا حليم، وبلام لطفك يا لطيف، وبعين علمك يا عليم يصو. أسألك بياء يمنك وصاد صمديتك، فأنت الصمد. شيء غريب، وربما بعض الناس لا يقتنع، حقه هذا، ولكن عدم اقتناعه لا يعني أن هذا موجود ومسلوك ومطروق في علوم الإسلام. تعال معي إلى الحروف المقطعة في أوائل السور. نعم، كاف ها يا عين صاد، حاميم عين سين قاف، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد. الله، هذه فيها نزاع طويل في فهمها، والذين تنازعوا في فهمها هم علماء ليسوا عوام.
ما علاقة هذا بهذا؟ علاقة هذا بهذا أيها المسكين أن فريقا من علماء الأمة وهم من الكبار كالزجاج النحوي اللغوي المفسر قال بأن هذه إشارة، كل حرف إشارة إلى كلمة، ألف لام ميم يعني أنا الله أعلم، الله أكبر، ألف لام ميم را، ألف لام أنا 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 الله أرى، يا سلام. وقد روي عن بعض الصحابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ضعيف وغير ضعيف ماشي، لكنه ليس باطل وليس سحرا، وإلا ستلقي إماما القراء والنحاة في النيل لأنه جلس يسحر النيل وهو يتكلم بالمفاعلة والفعول، فعول مفاعلة فعول مفاعل فعول مفاعل. عد إلى تفسير القرطبي مثلا، التفاسير الموسعة عموما المطولات عد إليها آلوسي مثلا، ارجع لآلوسي، خذ مثلا عينة أخذناها من هذه التفاسير المطولة، يقول: وقال جماعة هي حروف دالة على أسماء نحتت منها. في عندنا شيء اسمه النحت، سمعتم بالنحت؟ نحت لفظي ونحت خطي. يا سلام، ايش يعني نحت لفظي وايش يعني نحت خطي؟ ما هو الان نحن في عصر الجهل، فلا بد ان نبين كل شيء. ما هو النحت؟ النحت ان اتي الى جزء من كلمه لتدل على كلمه كامله. هذا موجود في لغه العرب؟ نعم والله يا اخي موجود فيها في لغه العرب. قلنا لها قفي، قالت قاف يعني وقفت. في الشعر العربي الفصيح، سيبويه رحمه الله ذهب إلى البادية ليتعلم شيئا من شواهد العرب، فرأى أعرابيا، والأعراب لا يحبون الكلام الكثير من قديم الزمان، لا يحبون كثرة الكلام، لا تجد أعرابي ترثار، نادر، قلة الكلام دائما عندهم. جلس من الصباح إلى المساء أعرابي مع ولده في يرعون الإبل، وهذا مسكين سيبويه ذهب يبحث عن شواهد، يرتزق يعني شاهد نحوي، ما أتكلم بكلمة واحدة، وهذا ينظر. فلما غربت الشمس جاء الولد إلى ابنه إلى أبيه وقال: يا أبتي ألا ت؟ فقال: ألا ف؟ لو سمعه جماعة يص وحلع قالوا: إيش هذا؟ فجاء سيبويه يدونها في شواهده، يعني ألا تذهب؟ ألا فذهب؟ النهار لم يذهب سدى بلا فائدة، فجاء ببعض الكلمة يعني دلالة على آخره. هل موجود في كلام سيدنا محمد رسول الله؟ أي والله يا أخي، قال عليه الصلاة والسلام: من أعان على قتل امرئ مسلم بشطر كلمة، يعني أق، ما قال اقتل بس أق، يعني موجود. يعني علي جمعة ما أتى ببدعة عظيمة جدا، وما أتى بسحر ولا بخرافة إلا من نوع السحر الذي أتى به النحاس رحمه الله ورضي الله عنه حينما جلس يقطع أمام الجاهلين. الله يغفر للشيخ علي جمعة، شيخي هو، سامحه الله، كم من مرة قلت له لا تتكلم، يعني لا ليس لي أن أقول له لا تتكلم، لكن أحيانا هكذا ماذا أقول. كان يدرس رشحات عين الحياة في وسط الأزهر الشريف، ويأتي الإخوة بدعة وضلالة وشرك وكفر من الصباح للمساء، والشيخ يصبر ويتسع صدره. بعد ذلك فهمت أن هذا لنا ليس لهؤلاء المساكين، حتى نعلم الحقيقة وليس عندنا سر، وحتى نستطيع الرد على المخالف. إذن وقال جماعة هي حروف دالة على أسماء أخذت منها أو نحتت. النحت ما شرحناه، النحت اللفظي والنحت الخطي موجود في اللغة. النحت اللفظي حينما أقول حوقلة، حوقلة يعني أهم، مو مثل أهم، الله بهدايتك كذا كذا، قالوا حوقلة، وقالوا حسبلة. إيش يعني حسبلة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، سبحان الله. والنحت الخطي حينما
يقول مثلا إلخ يعني إلى آخره، اقرأها أنت إلى آخره، مو تقرأ إلخ، بعضهم يقرأ لا، بعضهم يقرأ إلخ إلخ، إيش إلخ إلخ؟ يعني إلى آخره، فهذا اسمه نحت خطي. طيب، الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الألف مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسمه اللطيف. لام مفتاح اسم اللطيف سبحان الله، والميم مفتاح اسمه المجيد. وروى أبو الضحى عن ابن عباس في قوله ألف لام ميم قال أنا الله أعلم، ألف لام را أنا الله أرى. ألف لام ميم صاد أنا الله أفصل، هكذا. فالألف تؤدي معنى أنا، واللام تؤدي اسم الله، والميم كذا الله. واختار هذا القول الزجاج، الزجاج إمام النحاة اختار هذا القول، وقال الزجاج أذهب إلى أن كل حرف منها يؤدي عن معنى، وقد تكلمت العرب بالحروف المقطعة نظما لها ووضعا بدل الكلمات التي أتت الحروف منها، كقوله قلنا فقلت لها قفي فقالت قاف، أراد وقفت. وقال زهير بالخير خيرات وبالشر فا، ولا أريد الشر إلا أنت، يعني وبالشر فشر، ولا أريد الشر إلا أنت، يعني إلا أنت شا، حسبي الله ونعم الوكيل. رأيتم ساحر ويهزؤون ويضحكون، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، من جنس ما جاء به كلام العرب، من جنس ما نطقت به العرب، من جنس ما جاء به كتاب الله تعالى، من جنس ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، من جنس ما استخدمته العرب في أشعارها وفي نثرها، ثم صار بعد ذلك خرافة وسحر وخزعبلات. يرحم الله النحاس ويغفر الله لنا ويرضى الله عن شيخنا الشيخ على الجمعة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.